mama, don't stress your mind. We coming home to... الو، كل سنة وانتي طيبة يا بنتي. خلاص السنة الجديدة جاية. انا مبسوطة قوي، انا مبسوطة جدا. انتي مش متخيلة انا مبسوطة قد ايه. يا بنتي بقالنا كل السنين دي نعرف بعض. بصي بقولك ايه، انا السنة دي عايزة اعمل حاجة مختلفة، بس انا مش عارفة اعمل ايه بالظبط. بس انا فكرت في حاجة، احنا نعمل لستة. ايوه، ما انتي هتشتركي معايا في الموضوع، ما انتي برضو هتعملي حاجات كتيرة قوي السنة دي زي ما انا هعمل. اوكي، بصي بعد اذنك بقى احنا نخش السنة بتاعت 2020 دي واحنا بحماس. عايزين انا وانتي نجيب كده ورقة وقلم ونكتب لستة كاملة بالحاجات اللي احنا عايزين نعملها في 2020. تعلم عزف الجيتار، وتعلم عزف البيانو. ايوه زي ما بقولك، هاتي ورقه وقلم. بس هاتي ورقه وقلم. اول حاجه انا كنت بفكر ان انتي نعمل حاجه كده مختلفه شويه، يعني كنت بفكر ان انا وانتي نروح جبل ايفرست. ايوه جبل ايفرست يا بنتي. مش بقولك هعمل حاجه مختلفه ولا انا كنت بكلم نفسي ولا ايه. ايوه هنروح جبل ايفرست ماشي، ونتسلقوا انا وانتي سوا. امال؟ لا ما تلاقيش الناس بتتسلقوا على طول اساسا. ايه ده يا شيخه، بفلوس؟ بكام يعني؟ 60,000 دولار. جات لي فكره، احنا نشتغل لحد ما نجمع 60,000 دولار ونروح نتسلق جبل ايفرست. هنجيب ال 60,000 دولار منين؟ ما بقولك نشتغل. لا يا حبيبتي، احنا مش عايزين 20 سنة عشان نجمع 60,000 دولار. بصي انا في اليوم هشتغل 5 شغلانات ماشي. ممكن اكون اشتغل ككاشير في مطعم مثلا، راح اشتغل في كافير برضو ما يضرش. وانتي كمان اعملي ده، يعني انا بقولك افكار على فكرة، انا مش هعمل كل ده لوحدي. انا مش هجيب 60,000 لوحدي، انا اجيب 30 وانتي جيبي 30. بفكر اشتغل كاوبر، يعني عشان اعرف نجيب فلوس عشان ماونت ايفرست. طب يعني يا بنتي ما هي سهلة عادي، هروح اتعلم السواقة اخد الرخصة بعدين اشتغل في اوبر. هي تاخد وقت يعني ولا ايه؟ اكيد مش هتاخد وقت صح ولا ايه؟ يعني ممكن ادور على شغل في اي حتة ونشتغل عادي. ممكن نشتغل في محل نبيع حاجات، ممكن نشتغل في صيدلية، ده لو يعني الصيدلاني يوافق. هو اكيد مش هيوافق، بس ممكن تكون لو صيدلية صغيرة كده مش معروفة قوي ممكن الصيدلاني يوافق، بما اننا يعني مش صيدلانيين. المهم ان احنا لازم نجمع ال 60,000 دولار دول باي طريقة علشان نطلع ماونت ايفرست ده في 2020. بصي انا قررت خلاص وانت هتبقي معايا في الموضوع. المفروض نعمل ايه تاني؟ تعلم الزخرفة، تعلم الكروشيه والتريكو بالمرة، تعلم الكروشيه والتريكو، ابطل اكل من برا، اغني كل يوم كل يوم، واعزف برضو ان شاء الله يعني وانا بتعلم. ولما اتعلم اعزف كل يوم كل يوم يعني لازم. ما فوتش اي محاضرة في الجامعة. عايزين ناخد كلاسات جودو. جودو. عايزين نروح ناخد كورسات جمباز. عايزين نتعلم الموسيقى. مينفعش. نسيتي لعب الباليه، عايزين نلعب باليه عشان نخس. يا بنتي والله انا 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 خلاص، انا مش بلعب رياضه، انا عايزه العب رياضه. باليه حلو. عايزين برضو نعمل يوجا، بيقولوا يعني بيقولوا بتهدي كده وحلوه. عايزين نبقى نعملها، نخليها من روتيننا اليومي او الاسبوعي على الاقل. اكتبيها عندك برضو، اكتبيها. بقول لك ايه، انا عايزه اروح اتعلم الغنى وكده. ويعني الغنى موهبه وانا ما عنديش؟ ايه اللي انت بتقوليه ده؟ لا الغنى ممكن يتعلم، يعني ممكن تتعلمي الغنى عادي حتى لو انت ما عندكيش موهبه يعني، او ما عندكيش سابق انذار بالموهبه. يلا بس اكتبي الموضوع ده في الليست عندك علشان بعد كده نبقى نروح ونقدم. عايزين نروح الاوبرا، عشان نغني اوبرالي. ده مش بهزر. نروح نبقى في فريق التمثيل بتاع الجامعة انا وصاحبتي. ايه تاني؟ كل يوم خميس او جمعة نخرج انا وصاحبتي نروح المول او نتفسح، او يعني نروح المول ونتفسح او نروح اي مكان نخرج وخلاص. لازم نخرج. ايه تاني؟ عايزين نسافر امريكا وكندا وبريطانيا
وكوريا ونروح دبي. عايزين نروح نتزحلق على الجليد ونعمل سكاي دايفنج ونعمل دايفنج في البحر برضو. نروح دهب ونعمل دايفنج هناك. ايه رايك ناخد كورسات رسم؟ عايزه اروح المالديفز السنه دي. تعالي نروح. غاليه؟ طب خلاص ما نشتغل عشان نحوش لها زي ما هنحوش لماونت ايفرست. تمام، اكتبيها عندك في الليسته. مين نبقى ستريمرز اللعبه؟ لعبه ايه يعني؟ ببجي يا بنتي. بقولك 2020 هتبقى سنه حلوه، يعني نحقق فيها كل اللي احنا عايزينه. ومين قالك ان احنا نلعب ببجي؟ خلاص اوكي، عندك حق بصراحه، يعني هو ادمان شويه، فخلينا ستريمرز ونلعب مع بعض. اوكي على الفيسبوك ولا على فين؟ مش مشكله، ستريمرز وخلاص. طب اوكي، انا دايما بحب بشوفهم كده بيقعدوا يلعبوا، حلو قوي. اوكي، ايه تاني؟ ايه تاني؟ عندك افكار تانية؟ ايوه، عايزين نشتري كلب. بس المشكلة على فكرة ان انا ماما مش موافقة ان انا اجيب كلاب. انتي مامتك موافقة؟ لا برضو. طب احنا نجيب الكلب نحطه فين؟ نتصرف؟ يلا نتصرف. ممكن نجيبه البيت ونخبيه من غير ما مامتنا تعرف. انا اخده كام يوم وانتي تاخديه عندك كام يوم. بقولكي، عايزين نفتح محل هدايا عشان نبيع هدايا وكده بتاع. بحب اوي انا الحاجات دي. وبجد ما تقوليش ان المحل اللي تحت البيت عندك اتقفل. بتهزري؟ طب احنا على فكرة ممكن نروح نكلم الراجل ونقوله ان احنا مش معانا فلوس نشتري يعني، بس ان شاء الله نفتح المحل، واول ما يبقى معانا يعني نكسب من المحل هنديله فلوس ايجار وكده. عمو هيوافق اكيد يعني. اصلا انا عندي احلام كتيرة قوي في 2020 عايزة احققها بجد. انا مبسوطة جدا ان انا هقضي السنة دي معاكي يا ماي بيست فريند بجد. مبسوطة قوي. بقولك ايه، اسمعي، الساعة 11 بالليل نقعد انا وانتي نكلم بعض في التليفون، علشان بعد كده لما تيجي علينا الساعة 12 نقول انا كنت بكلمك من السنة اللي فاتت. هتبقى حلوة قوي. لا مش وحشة، هتبقى حلوة قوي. اسمعي الكلام. ايه تاني؟ ما ننامش كتير سنة 2020. من هنا ورايح سنة 2020 ما فيهاش نوم. مش هننام غير لما نحقق اللي احنا عايزينه. اتفقنا؟ ماما انا مش هنام النهارده خالص، انا هطبق النهارده 1/1/2020 وانا لازم اطبق. ماشي؟ ما تشوف لو ما تشوفيني نايمه صحيني. بقول لك ايه، شعارنا هو لا نوم بعد اليوم. باي. ستة، خمسة، أربعة، ثلاثة، اثنين، واحد. هابي نيو يير. كل سنة وانتي طيبة يا صاحبتي. انا بكلمك من السنة اللي فاتت، انا مبسوطة قوي. احنا اتفقنا السنة اللي فاتت ان احنا من اول السنة دي، من اول لحظة في السنة دي مش هنضيعها ابدا، وهنعمل كل اللي احنا اتفقنا عليه، ولا نوم بعد اليوم. يبقى روحي بقى، انت كده بتعطلي الوقت. روحي علشان نبتدي نشتغل ونعمل اللي انا وانتي قلنا عليه. ماشي؟ يلا باي. بما انه وقت النيو يير يعني معناها وقت هوم الون. I made my family disappear. Kevin, you're completely helpless. No, Kevin, you're what the French call les incompétents. I made my family disappear. A few moments later. Missy said you had some dough for me. That ain't bad. How much do I owe you? AC said 10% to me. Guys, I'm eating junk and watching Robert. أشرقت. قومي يا حبيبتي، يلا قوم. هي فوقي. عايزة انام. يا بنتي، هو مش انتي قلتيلي لا نومة
بعد اليوم، والنهاردة أول يوم في سنة 2020، ومش هنام خالص، وهفضل مش عارف إيه. وعدتي تقولي كلام كده هو حلمي أنا وصحبتي، ومش حلم أنا وصحبتي، ومش هنام أبداً أبداً أبداً، وكلام كبير قوي كده، كتير قوي. ها مش انتي قعدتي تقولي ده، وقعدتي تقولي لي لما تشوفيني يا ماما نايمة بيقولي لا أو صحيني. ها اصحي بقى يلا، ها بقالك نايمة كتير. لا بلا 2020 بلا بتاع، ولا عايزة نام. خلاص انتي حرة، بعد كده ما ترجعيش تزعلي وتقولي يا ماما ما صحتنيش ليه. ماشي، خلي بقى سنة 2020 تضيع عليكي في النوم. ازيكم جميعا، عاملين ايه؟ انا اشرقة احمد، اتمنى تكونوا استمتعتوا بالفيديو. حبيت ان اعمل لكم فيديو بمناسبة انه النهاردة اخر يوم في سنة 2019. اتمنى يا رب تكون سنة 2019 كانت سنة حلوة عليكم يا رب، تكونوا حققتوا فيها كل اللي انتوا عايزينه، واللي لسه ما حققتوهوش في سنة 2019 او في كل السنين اللي فاتت يا رب تعرفوا ان انتوا تحققوه في 2020. ان شاء الله باذن الله 2020 تكون سنة خير عليكم وعلينا كلنا يا رب، تكون سنة مليانة بكل حاجة حلوة يا رب باذن الله. مع بعض انا وانتوا في سنة 2020 نكبر القناة على اليوتيوب، ونخلي ناس كتير تعرفها اكتر. عايزاكم تقولوا لكل اصحابكم، قرايبكم، كل الناس اللي انتوا تعرفوهم عن قناتي على اليوتيوب، علشان انا وانتوا نكبرها سوا. ان شاء الله تفضلوا معايا على طول لحد ان شاء الله سنين جاية كتير جدا. وبس ده كان اخر فيديو في سنة 2019، اشوفكم السنة الجاية 2020. مع السلامة.